شفنا اهتمام الدولة بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالمدارس التكنولوجية من أجل يعني تخريج فنيين قادرين على مساعدة المهندسين، على اعتبار أن الفنيين دول هم عماد الصناعة وهم الأيدي الحقيقية اللي بتقوم بكل مراحل التصنيع. على التوازي بالضبط، في اهتمام من الدولة المصرية بمدارس ومعاهد التمريض باعتبارها هي الكيان الحقيقي اللي بيتابع المريض في كل التفاصيل الخاصة بالعلاج. عندنا كليات تمريض مهمة جدا وفي إقبال كبير عليها، وربما ده بيعكس أهمية ودور التمريض في دعم المنظومة الطبية المصرية ودعم الارتقاء بها. صحيح يا مصطفى، عشان نتكلم على كل هذه التفاصيل خلينا نرحب في فقرتنا للدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، ونعرف منها التطور اللي بيحصل في ملف التمريض، إقبال الطلاب على دراسة هذا المجال المهم، وتفاصيل أيضا أخرى. نرحب بحضرتك يا أستاذة كوثر، منورانا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الفل عليك يا أستاذة جمانة، أستاذ مصطفى أهلا بيكم. أهلا بيك يا دكتور. طيب في البداية خليني أعرف كده من حضرتك، مؤخرا إيه الإضافة اللي حصلت لو هنتكلم عن مجال التمريض تحديدا، ايه اللي حصل من قبل الدولة المصرية لدعم هذا المجال؟ في الحقيقة هو حصل يعني حاجات كتير جدا، بداية من الدعم السياسي اللي احنا شهدناه ايام فترة كورونا، وده كان ملحوظ لكل الفريق الصحي، الدعم الأدبي المعنوي المادي العلمي. عايز اقول ان اول مرة في حياة التمريض يمثل في البرلمان المصري عضو مجلس شيوخ نقيب عام التمريض نيابة عن التمريض، والدور الإيجابي في الحقيقة والبلاء الحسن اللي قابلوه أثناء فترة كورونا. ومن الحاجات اللي اضافت المهمة جدا 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 هو زي ما حضرتك قلت كده تعليم التمريض، خاصة التعليم الفني والاهتمام باستكمال الدراسة من خلال برامج اتعملت من الدولة لوصول التمريض القدامى لدرجة البكالوريوس، من الدبلوم للبكالوريوس. وده في الحقيقة يعني احنا يمكن كانت خطوة متأخرة في مصر، لكن كل دول العالم عندهم مستوى واحد فقط لتعليم التمريض وهو كليات التمريض. فاحنا بنسعى جاهدين ان مستوى التمريض في مصر يكون مستوى واحد وهو البكالوريوس. احنا كنا يعني في الحقيقة كنا في يمكن السبعينات والثمانينات كنا 6 مستويات، النهاردة مستويين فقط زي ما حضرتك قلت، عندنا التعليم الفني للتمريض والتعليم العالي من خلال كليات التمريض. رؤية وزارة الصحة ورؤية التأمين الصحي الشامل لهيئة الرعاية الصحية قبول التمريض بعد الثانوية العامة مستوى واحد إن شاء الله. فيعني ملف التعليم ده مهم جدا طبعا، ولازم احنا في الحقيقة مش يعني لازم ننظر لكل دول العالم المتقدم اللي بيقبل التمريض بعد الثانوية العامة اللي التمريض مستوى واحد فقط. وهنا أنا بتعلم وبخرج ممرضات وممرضين مؤهلين، مش عشان نقول إن التمريض مستوى العلمي فقط، لكن بينعكس على المستوى المهني والمهاري اللي بي يعني بندي خدمة ذو جودة عالية للمواطن والمريض المصري. طب إزاي الدولة مراهنة عليكم في ما يعرف بملف التأمين الصحي الشامل؟ هل هناك استعدادات خاصة بالممرضين بالتمريض هل هناك امتحانات خاصة؟ طبعا طبعا، لا هو هي الدولة رهنت وكسبت في الحقيقة. يعني خلينا نقول إن تجربة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد نجحت بنسبة كبيرة جدا، تجربة التأمين الصحي الشامل في إسماعيلية نجحت بنسبة كبيرة جدا طبعا. في الأقصر وهكذا، يعني الحمد لله احنا ماشيين بخطى يعني جيدة جدا في المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل. خلينا نقول التمريض في منظومة التأمين الصحي الشامل، واللي بتمنى إن لكل تمريض مصري يحذو هذا الحذو، احنا غيرنا التمريض او الدوله غيرت التمريض مظهر وجوهر من ناحيه التدريب، من ناحيه المظهر العام وتحويد وتوحيد الهويه البصريه في الزي الكود اوف دريس او الزي الموحد للتمريض، في الحوافز في الحقيقه اللي زادت اللي انا عايزاها تزيد لكل تمريض مصر كله في هيئه الرعايه الصحيه في التامين الصحي الشامل. زي ما حضرتك قلت في التعليم، احنا عملنا نموذج، اول نموذج في مصر اسمه معاهد رعايه للتمريض على مستوى محافظات التأمين الصحي. مختلف في إيه؟ مختلف في اختبارات القبول للطلبة، المقابلات الشخصية للطلبة. لازم الطالب مجرد ما بيتقبل في معاهد رعاية هو في الحقيقة وأولياء الأمور بيمضوا على إقرارات أنهم يتعلموا اللغة الإنجليزية. النهاردة الطالب في سنة أولى وتانية تمريض بعد الإعدادية بيرفكت في الإنجليش. الستاف نفسه اللي بيأهل الطلبة أو بيدرسه
بيدرس لهم في الحقيقة يعني درجة الدكتوراه، مش هقول بقى ماجستير، يعني بيتدرجوا لدرجة الدكتوراه. معاهد رعاية للتمريض أول سنة على مستوى معاهد مصر نعمل حاجة اسمها سايكومتريك تيست لاختيار الطلبة، الاختبار النفسي لاختيارهم. كان في أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي موجودين لاختيار الطلبة عشان فعلا يبقوا نموذج لخريجين التمريض على مستوى الجمهورية. وفي الحقيقة دي خطة الوزارة. يمكن أنا كنت من حوالي 3 أسابيع في اجتماع مع دكتور خالد عبد الغفار معالي وزير الصحة، وكنا اتفقنا أن خطة الوزارة، وبدأنا فعلا من السنة دي أن اختبارات القبول تكون مختلفة، والمقابلات الشخصية اللي احنا عايزين حد سوي، حد جيد جدا، حد يتلقى العملية التعليمية ويتخرج يقدر يدي رعاية تمريضية ممتازة، مش هقول جيدة، للمواطن المصري. ففي الحقيقة في طفرة، وملف التمريض كله اللي تعليم التمريض جزء منه مفتوح وبقوة. طيب دكتورة كوثر، قبل ما أسأل حضرتك، لأنه بجانب الشق التعليمي والدعم لمجال التمريض تحديدا، في وعي آخر يعني متعلق بفكرة إحنا وعي المجتمع لمجال التمريض، دي نقطة هنتكلم عليها. لكن برضو في نقطة مهمة، إحنا بالفعل عندنا عدد ممرضين وممرضات كبير جدا. أيوة. مش هتكلم على الخريجين أو الخريجات الجدد، لكن أنا عندي بالفعل كادر تمريض كبير جدا. ده هيتعمل معاه إيه؟ هل هيبقى فيه إعادة تأهيل؟ هل هيبقى فيه تدريب؟ هل هيبقى فيه اختبارات أخرى؟ إيه اللي هيحصل معاه؟ هو اتعمل كذا حاجة في الحقيقة بدأنا فيها، وفي حاجات لسه هتتعمل إن شاء الله. أول حاجة التدريب المستمر ده مهم جدا. إحنا كوزارة صحة وكنقابة وهيئة يعني رعاية صحية، عدد كده بالتقريب المسجلين في النقابة ممكن نقول حوالي 310 ألف تقريبا. ده عدد كبير قوي المسجل، ولكن على رأس العمل بالخارجين السنة دي إن شاء الله يوصلوا ل 240 ألف. عندنا مجموعة في القطاع الخاص، عندنا مجموعة في أجازات، عندنا مجموعة معاش حوالي 27 ألف معاش، وطبعا خارج السفر للخارج للعمل في الخارج القطري يعني. اللي اوريدي اتخرجوا زي ما حضرتك بتقولي مش حديث التخرج القدامى، اتعمل لهم يعني والسن مفتوح استكمال الدراسه من دبلوم تمريض لمعهد فني لبكالوريوس، وده مهم جدا طبعًا. يمكن الاول اتعمل تحت شكل التكنولوجي او التقني، وبعد كده صححنا المسار. ده رقم واحد في القدامى بالنسبه للتعليم. في دورات تدريبيه مستمره لتحسين الاداء. اختياريه ولا اجباريه؟ لا هي اجباريه مش اختياريه. طب هل دي وفي شق اختياري، اللي عايز بقى يكمل دبلومه، اللي عايز ياخد على حسابه دورات تدريبيه. طبعا لا، اللي حابب يكمل جدا دي نقطة اللي بيشتغل تانية على نفسه وبيطور نفسه طبعًا. لكن وزاره الصحه والنقابه بتعمل دورات اجباريه وده يعني لازم. عايزين نقول كمان المجلس الصحي المصري، اللي الحاجه يعني اللي هتعدل الهرم المقلوب في كل التعليم الصحي مش بس التمريض، في كل المهن في الحقيقه، بدا يعمل حاجه جميله جدا يمكن عملها الاطباء وبدانا نشتغل في التمريض، هو الاختبار واعاده ترخيص مزاوله المهن. دايما اقول اللي معاه رخصه سياره بيجددها كل فتره، ومزاوله المهنه للفريق الصحي في الحقيقه كانت هي وانس بعد التخرج لغايه المعاش، هي مره واحده بعد التخرج. فالحمد لله دلوقتي المجلس الصحي المصري في ملف التمريض بدانا نحط بنك الاسئله وتشكيل اللجان والكلام ده كله، وفي ترخيص اعاده ترخيص مزاوله المهن كل 5 سنوات، وهيتطبق على الخريجين الجدد عشان بس القدام ما يقلقوش. القدام احنا فتحنا لهم قناه استكمال الدراسه والتدريب المستمر ومتابعتهم وتقييمهم واليونيفورم وتحسين الحوافز بتاعتهم، يعني احنا ماشيين في كذا حاجه في الحقيقه في تطوير منظومه التمريض في مصر. طب ايه الفرق بين معاهد التمريض ومدارس التمريض؟ وايه الفرق بين الممرض ومساعد الممرض او الممرض المعالج؟ تمام. اولا مدارس التمريض، احنا قبل 2006 2007 كان نظام التعليم التمريض في مصر مدرسه التمريض 3 سنوات فقط بعد الثانويه العامه، بعد الاعداديه، سوري، بعد الاعداديه 3 سنوات بعد الاعداديه. طبقا لقانون المراه والطفل الممرضه بتتخرج 18 سنه ما زالت محتاجه هي نفسها للرعايه، بتتحط تحت ضغط عملي ونفسي ومحتاجه اللي يراعاها، فبتراعي مرضى في الحقيقه. فبدانا من 2007 نقول لا ستوب، احنا مش هنستقبل التمريض 3 سنين، احنا هنحوله من مدارس لمعاهد نظام 5 سنوات.
تمام. ده 2007. احنا النهارده بنقول ايه؟ بنقول خمس سنوات بعد الاعداديه. بعد الاعداديه تمام هيتخرج 20 سنه، هياخد دوره تدريبيه تاني وهتاهله، والى حد ما في الحقيقه ده فرق في الحقيقه، مش هنقول ما فرقش، بس احنا عايزين نوصل للممتاز زي ما احنا بنقول. فالرؤيه المستقبليه ان شاء الله كله هيبقى تدريجيا بعد الثانويه العامه، برضو مستويين للمعاهد الفنيه على طول والكليات التمريض. هتفرق في ايه بقى يا دكتور كوثر؟ هتفرق في المناهج، هتفرق في التدريب يعني العملي. اللي هيتخرج من المعهد واللي هيتخرج من الكليه، لا هو ده ليه توصيف وظيفي وده ليه توصيف وظيفي وده ليه منهج دراسي. بس نشرحها للساده المشاهدين. هو افضل في الحقيقه، افضل مستوى تعليم على مستوى العالم هو كليه التمريض. كليات التمريض حتى بره كلية دي كليه دي اربع سنين وسنه امتياز بعد الثانويه العامه، اربع سنوات والخمسه امتياز. طب احنا عشان نحسن القدامه ونقلل الفجوه ما بين اخصائيين التمريض اللي بنسميهم اخصائيين اللي هم خريج الكليات والدبلومات، فتحنا لهم زي ما قلت لحضراتكم البكالوريوس التقني اللي هو هيتخرج بعد كده اخصائي تمريض بالمقصه اللي هتتعامل ان شاء الله، وده في الحقيقه قلل الفجوه التعليميه جدا وحسن ادائهم وحسن مستوى كل حاجه فيهم في الحقيقه. يعني انا بشجع كل التمريض اللي اتخرج وما اتاحت الدوله ما فتحتش قنوات التعليم ليه واتفتحت في اخر في الحقيقه خمس ست سنوات يستكملوا دراستهم، وبعد الثانويه العامه بقى انا عايزه اقول اقبال شديد جدا 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 بعد الثانويه العامه، ايفن حتى التعليم الفني بعد الاعداديه. برضو المناهج هنا ايه والمناهج هنا ايه؟ برضو هقول لحضرتك هو الخمس سنين في الحقيقه احنا هنا ست شهور امتياز في التدريب العملي هنا في المعهد الفني او المدارس نظام الخمس سنوات دراسه، خمس سنوات وست شهور امتياز، هنا اربع سنوات، هنا بعد الاعداديه، هنا بعد الثانويه العامه اربع سنوات وعام كامل امتياز. المنهج زي كليه هندسه خمس سنين. زي الكليات كلها يعني زي الكليات، يمكن احنا العلاج الطبيعي وال يعني خمس سنوات. هنا ماشيين في الحقيقه بحاجه اسمها كريدت اورز اللي هي الساعات المعتمده. هنا اتعمل في المدن الكبرى وهناك لسه ما زال مطبق طبعا في بقيه. احنا عندنا 25 كليه تمريض على مستوى مصر، عندنا دلوقتي اثنين اهليه غير اللي الدوله بتنشئهم، عندنا خمسه خاص زي الجامعه البريطانيه والحديثه و6 اكتوبر والعلوم والتكنولوجيا جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا وبدر، عندنا 360 معهد تمريض او مدرسه تمريض نظام الخمس سنوات تابعين لوزاره الصحه. 360 يعني كتير في الحقيقه. بس وزاره الصحه في الحقيقه الميزه كمان في وجود دكتور خالد عبد الغفار زي ما قلت لحضراتكم ان الرؤيه ان شاء الله من السنه الجايه هيتحولوا ل بعد الثانويه العامه الجامعات هنقول 28. هنقول 28 كبير برضه يا دكتور. بس اقول لحضرتك طبعا فرق كتير. وعايز اقول لك ان هنا بنخرج حوالي من 16 ل 20 الف، هنا بدانا من 6 ل 8000. طب دكتوره يعني دلوقتي احنا شايفين انه حسب التنسيق تمريض واخد اكتر من طب بيطري، واعتقد زي ما حضرتك قلتي كمان فكره الاقبال كبير، وانا شايفه ان دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، لانه انا بشوف ان التمريض هو مجال وتخصص زيه زي الطب زي الهندسه، يعني انا بشوفه من اهم المجالات الموجوده الحقيقه. فعايز اعرف من حضرتك يعني فكره انه التنسيق انه مجموع تمريض يبقى اقل من طب بيطري. طب احنا بالنسبه لنا طب بيطري اي طب هو دكتور هو طب. دي نقطه. وعلى جانب اخر شايفين اعلانات كمان كتير جدا لدبلومات التمريض بس الخاصه المعاهد الخاصه. لا دي كارثه. بالظبط. ده بقى سؤال حضرتك، هل في معاهد خاصه معتمده أيوة. وزارة الصحة ولا لأ؟ وهل خريجين وخريجات هذه المعاهد بيقيدوا ضمن النقابة ولا لأ؟ لأن دي كلها تفصيلات مهمة جدا. حاضر. خلينا نقول حتة إن أنت مستغربة إن التمريض مستغربة ولكن سعيدة حقيقة. وأنا سعيدة جدا. هقول لحضرتك أنا في الحقيقة بقدر مهنة التمريض جدا، ولكن عرفت قيمة التمريض الحقيقية في الحقيقة سامحوني إن أنا هتكلم بره مصر. سامحوني هتكلم بصراحة. بيبقى خريج صيدله وعلاج طبيعي وطب بيطري ايوه ويسافر بره يشتغل ممرض. تمام كده. بس يسافر بره مش جوه. ده انا هقول لحضرتك انا في امريكا سنه 2000 لما سافرت لقيت طبيب بياخد الشيفت بتاعه بعد الظهر والنايت شيفت نيرس عشان السالري اعلى عشان السالري يعني التمريض يعني. ففي الحقيقه وعايزه اقول لك في عندنا في مصر برنامج اسمه البرنامج المكثف
اللي هو ايه؟ اللي هو انا معايا بكالوريوس بس علمي، هاخد كمان هدرس تمريض واخد بكالوريوس تمريض، منهم على فكره بيطري ومنهم صيدله واسنان، وفي كليه تمريض جامعه القاهره مش بعيده. ليه بقى؟ هم هياخدوا الشهاده الثانيه عشان يسافروا بره يشتغلوا بيها، المرتبات اعلى والايمج يعني. بس في مصر الحمد لله احنا بدانا زي ما قلت لحضرتك في بدايه البرنامج نلاقي الدعم اللي احنا كنا محتاجينه من زمان، بس محتاجين اكتر كمان الفتره الجايه. طيب النقطه المتعلقه الجزء بقى بتاع المعاهد الخاصه، الجزء الثاني في الحال في المعاهد الخاصه المعتمده، احنا مش هنقول اللي هي خاصه، هنقول ان هي تابعه لوزاره الصحه وبرسوم ومعتمده من الدوله. احنا عندنا مستشفى وادي النيل للمخابرات فيها معهد خاص للتمريض ده معتمد، عندنا في الحقيقه كمان معهد الجونه ده خاص ومعتمد من وزاره الصحه وليه تكليف، عندنا كمان من المعاهد الجديده اللي لسه هتخرج لنا عندنا معهد القمه التابع للشركه الطبيه لكهرباء مصر، عندنا كمان ان شاء الله هيفتتح السنه دي معهد المنتزه باسكندريه، وده من المعاهد الخاصه المتميزه اللي اتطبق فيه فعلا السايكومتريك تيست والمقابلات الشخصيه واختيار الطلبه فعلا. عندنا كمان في معهد في اسوان الجديده ان شاء الله برضو هيبدا من السنه دي باذن الله، عندنا معهد الباقيات الصالحات واكيد كلنا عارفين طبعا دكتور عبله الكحلاوي الله يرحمها، يعني برضو من المعاهد اللي بتدرس بجوده عاليه جدا، هم دول فقط معتمدين حاليا. وعندنا معهد شربين ده اخر حاجه عشان ما بقاش نسيت حد، لان هم معدودين على الصوابع زي ما بنقول. معهد شربين برضو من المعاهد المتميزه في الحقيقه، والمعهد التكنولوجي بني سويف. كام معهد طيب معتمد عشان ما نرهقش حضرتك؟ كام معهد؟ يعني كده هنقول 8، هم 8 كده هنقول 8 فقط. اي معهد تاني وده على مسؤوليتي الشخصيه تحت اي مسمى ده بيبقى نظيف. المعاهد الثانيه دي اللي بيسموا نفسهم معاهد خاصه، انا ما عنديش معاهد خاصه. هو في الحقيقه هم اقول لك على حاجه، هو مجموعه من المحتلين عاملين مراكز تدريب، وللاسف الشديد للاسف بتساعدهم وزاره التضامن والقوى العامله في اعتمادهم كمركز تدريب، وبينتهزوا الفرصه ما بين نتيجه الثانويه العامه والاعداديه المستويين بقى اللي احنا قلنا عليهم، مفيش تنسيق، ويعملوا ما لهمش اي تنسيق، وهم معاهد وهميه. كويس ان انتوا اتحتوا لي هذه الفرصه. بينتهزوا فرصه تقديم الطلبه بعد الاعداديه، بعد ظهور الاعداديه والثانويه العامه، ويبداوا يعملوا المنشورات بتاعتهم يلزقوها في اي حته. طبعا دول موجودين بكثره في المحافظات، دول موجودين في الحقيقه في الاقاليم، وبالتواصل مع المحافظين، لان المحافظين عندهم في المحليات الضبطيه القضائيه، وكانت ظهرت في الحقيقه في المنيا وفي المنصوره والمنوفيه والشرق في اكثر من محافظه، وبالفعل قدرنا واسكندريه نقفل اماكن كثير منها عن طريق العلاج الحري في وزاره الصحه وعن طريق المحافظه، لكن ما زال فيه في الحقيقه. وانا دايما يعني لما بتباني النتيجه في الوقت اللي احنا فيه بنزل منشور وتنبيهات علشان نوعي المجتمع المصري والشعب المصري. يعني اللي عمل المعهد هو مش معهد، هو مركز تدريب. مركز التدريب يتضر، انا ما عنديش مشكله معاه لان هو مخالف للقانون. بيضر الطالب طبعا وبيضر انا بقى الطالب. اللي بيفرق معايا الطالب، هل ما فيش اجراءات؟ يعني القانون دايما بنتكلم في حاجه اسمها روح القانون. ما فيش اجراءات تقدر تحتوي هذا الطالب وتضمه بعد كده لحته ثانيه تستفيد منه؟ خلينا يا استاذ مصطفى نقول حاجه، نقول اللي انا بيهمني في الاول في الاخر وهدفنا الاساسي هو المواطن المصري المريض. مين اللي هيقدم المريض الخدمه؟ عشان كده احنا عمالين نقول ايه؟ شروط قبول واختبار نفسي. انا ما عنديش مشكله، بس انا بتكلم في الطالب. انا الله يكون في عون الاب اللي بيدفع مصاريف وبيستدين وبيعمل. هو لازم بقى اللي انا عايز اقوله ايه؟ علشان الاب لازم يكون واعي هو والطالب، مهم جدا يسال ده معتمد، ده ليه تكليف، ده ليه ترخيص، ده مسجل في النقابه، مهم جدا مهم جدا. ما اروحش انا الاقي اي حد حاطط يافطه او عامل اعلانات انساق وراه، لا ده في مواصفات وشروط لقبول طالب التمريض زي طالب الطب بالظبط. انا مش هضحي بحياه المواطن عشان اراضي الاهل واراضي الطالب اللي ضحك عليه، لا انا بوعيهم. هي نقطه مهمه انه قبل ما ابتدي التحق باي كليه او معهد او اي ابتدي اسال واشوف اصلا المكان ده معتمد ولا مش معتمد. وفي نفس الوقت كمان مهم جدا انه يبقى دايما متابعين ايه المعاهد دي اللي بتبقى موجوده اللي ممكن يعني يسهو
على الاهالي او اولياء الامور ان هم يدفعوا مبالغ على فكره كبيره طبعا جداً. طبعا طبعا وممكن يعني طبعا مش عارفه ايه ظروف ده ممكن يحصل. فكره حتى يمكن اختبارات حتى هذه الاماكن لو ممكن تبقى تابعه لوزاره الصحه لو فيها المعايير للقبول او لا يعني يقدمه. طبعا يقدمه اللي شايف ان هو فيه وخصوصا ان اتحط كمان فعلا لما لقينا الموضوع ده منتشر جدا اتحط معايير لانشاء اي معهد بمصروفات تابع لوزاره الصحه. طيب خلينا نرجع لنقطه تانية حضرتك ذكرتيها واستوقفتني الحقيقه، فكره اختبار القدرات والاختبارات النفسيه، و يعني دي نقطه مهمه جدا لانه الممرض او الممرضه بيتعرضوا لضغط نفسي رهيب ويمكن هم كمان بيبقوا التعامل الاول والمباشر مع الحالات الاصعب، مش هقول الحالات الصعبه، الحالات الاصعب. هل يجب انه يكون الطالب او الطالبه او المتقدمين عامه لازم يكون عندهم مثلا معايير معينه ولا ممكن يبقى في تدريبات جوه تاهيل نفسي حتى للمتقدمين دول؟ هو لازم في الحقيقه التاهيل النفسي وبعض المواد بياخدوها اللي هي مهارات التواصل واخلاقيات المهنه، وعلى فكره بعد كورونا كمان بدانا نعمل كورسات عن الدعم النفسي للفريق الصحي، ده مهم جدا طبعا. ما انا يعني انا دايما اقول ايه المريض ونعمل دعم نفسي للمريض، طب المقدم الخدمه اللي بيشوف حالات صعبه طبعا. طول الوقت محتاج برضو ان احنا نقلل من ضغط العمل عليه كمكان عمل يعني. في الحقيقه مهم جدا في الاختيار، احنا اكتشفنا حالات بنقول فيها بعد الاختبار النفسي الطالب ده متسرع بس ممكن نقومه، لكن في بعض النتائج لا ده ما ينفعش يخش مهنه التمريض خالص. وفي بعض الناس لا ده عنده استعداد. مين اللي بيجري هذه الاختبارات يا دكتور؟ احنا عندنا لجنه في الحقيقه فيها اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي وفيها يعني اللجنه مجلس بقى اداره المكان نفسه. لكن الاخصائي النفسي والاجتماعي ده مهم جدا جدا، وده اللي وافق عليه معالي الوزير في الحقيقه ان هو يطبق على كل معاهد مصر ومدارس مصر السنه دي ان شاء الله. ايه الفرق بين الممرض ومساعد الممرض والممرض المعالج؟ انا ما عنديش حاجه في مصر اسمها ممرض معالج. تمام. ما فيش حاجه اسمها كده. بس ده لكن موجود في مساعد، لكن في مساعد ممكن، لكن عندي في مصر لا، لكن في مصر مساعد اداري خدمات صحيه، مش عايزين نقول مساعد ممرض. أوكي. ليه بقى؟ لان مساعد ممرض ده ممكن من المعاهد الخاصه يطلعه لي ويروح يشتغل ممرض في القطاع الخاص المستشفيات الصغيره اللي مش معروفه. فخلينا نقول مساعد اداري خدمات صحيه. مساعد اداري خدمات صحيه بيعمل ايه بقى؟ بيشيل كل العبء الغير فني من على عاتق التمريض، الكشف المش بمعنى عارف. بمعنى التمريض بيحتاج احتكاك يعني. ايوه اعمال سكرتاريه اكتر، الممرض بيحتاج احتكاك مباشر بالمريض. مساعد اداري خدمات صحيه هو يساعدني لو انا هعمل كير للمريض هيساعدني فيه. محتاجه خدت عينات هيوديها المعمل هيجيب لي النتائج هيصرف لي طلبيات وهكذا، بدل ما انا اضيع وقتي كممرض واسيب المريض اللي محتاج لي واقضي كل الحاجات دي، هو بيشيل من عني العبء ده وانا بتفرغ تفرغ كامل للمريض للعنايه التمريضيه المباشره. طيب خليني اسال حضرتك برضو على نقطه مهمه وهي اللي بتضمن الحقيقه استمراريه الخدمه وجوده الخدمه. مش هقول اليه مراقبه ولكن هقول اليه متابعه. آلية متابعة للممرضين والممرضات بشكل عام، إن كان على فكرة حتى بنتكلم في القطاع العام أو القطاع الخاص، لأنه في الآخر هي صورة مصر، هي خدمة طبعًا. طبية مقدمة طبعًا. في مصر طبعًا. عايز أعرف من حضرتك هل في استراتيجية متابعة للتمريض وجودة التمريض فيما بعد؟ طبعًا طبعًا. إحنا عندنا في الحقيقة أكتر من طريقة للتقييم. خلينا أقول الحاجة النموذجية اللي في مصر اللي إحنا عايزينها تتطبق في كله، وهي هيئة الرعاية الصحية. في الحقيقة في تقييم شهري وبنربط، وده اللي كنا بنفتقده وما زلنا بنفتقده في الحقيقة في معظم الأماكن، إن احنا بنربط الأداء بالحافز. مش معقول اللي التزم واللي اشتغل واشتغل بجودة معينة زي اللي مش ملتزم وزي المستهتر. ففي الحقيقة التقييم ده بيبقى مرتبط بجزء من الحوافز، وفي نفس الوقت بنحلل. يعني أنا دلوقتي طب النهاردة ده خد أو دي خدت 50% ليه؟ ال 50% التانيين راحوا فين؟ هل ده نتيجه احنا كمؤسسه محتاجين ندرب اكتر؟ يعني هل في ظروف معينه عندها فبنبدا نشتغل على الويك بوينت او نقاط الضعف اللي بانت من التقييم والمتابعه اللي حضرتك بتقولي عليه؟ دي شهريه. ده غير التقييم اليومي عن طريق اداره التمريض، الفرق اللي موجودين، المشرفات، رئيسه التمريض. حلو.
وهل في عايزه بقى يطبق على كله ان شاء الله. هل في تصنيف عالمي للتمريض؟ يعني الممرض المصري تصنيفه ايه ما بين دول العالم؟ انا عايزه اقول لك على حاجه، خلينا نقول ان الممرض المصري لو حضرتك حطيته في بيئه عمل مناسبه، وده مش يعني مش مزايده مني، دي مش الممرض المصري، هو دي اي حد مصري، بس انا برضو سؤالي عن التصنيف. لا هو احنا الحمد لله في الحقيقه كنت يمكن من في العيد اللي فات ده كان عندنا الاجتماع في الاي سي ان اللي هو المجلس الدولي للتمريض والقباله على مستوى العالم، حضرت فيه 388 دوله، وفي الحقيقه انا وكانت حاضره فيه الاميره منى هي رعيه التمريض في الاردن. احنا بنامل برضو ان احنا يعني في مصر تبقى يعني فرصه بقى تبقى سيدة مصر الأولى هي رعاية التمريض في مصر، وهيفرق معانا جدا. عايز أقول لحضرتك إن إحنا كان وضعنا الحمد لله على مستوى العالم، وعرضنا في المؤتمر اللي حضروا يعني عايز أقول يمكن أعداد كبيرة جدا على مستوى العالم، إحنا عرضنا برزنتيشن عن الدعم السياسي لتمريض مصر، عرضنا فيديوهات عن دعم الرئيس للفريق الصحي أثناء كورونا وتكريمه لفنية التمريض المتوفية، ولقينا في الحقيقه وكان من ضمن الدول العربيه اللي عرضت نماذج ناجحه على مستوى العالم العربي كان من ضمنها مصر، وتمثيل مصر في مجلس الشيوخ. لا انا في الحقيقه كنت فخوره جدا جدا جدا، وحسيت ان احنا بنجني ثمار في الحقيقه اللي يعني بنجني ثمار دعم الرئيس ودعم وزاره الصحه، وبنجني الثمار الاهم هو أداء التمريض. لكن ما فيش تصنيف دولي للممرضين؟ هو التصنيف الدولي في الحقيقة ما بيديناش درجات، لكن في تصنيف آخر هقول لحضرتك عليه، مهنة التمريض على مستوى العالم رقم 3 من 10 مهن. يعني المهن كلها هم صنفوا قالوا إن المحاميين ده رقم 1، الأطباء التمريض. حسب إيه التصنيف؟ يعني رقم 1 من حيث السالري والإقبال. أمريكي أكيد. السالري والإقبال هو أمريكي. من حيث الراتب والإقبال. بالظبط، الإقبال والأعداد والأعداد، رغم إن إحنا عندنا على مستوى العالم 12 مليون عجز على مستوى العالم كله في التمريض. فإحنا تصنيفنا في الحقيقة عايز أقول لك أول دولة طبقت البورد العربي على مستوى العالم العربي هي مصر. نائب رئيس البورد العربي يعني نقيب عام التمريض. لا احنا الحمد لله تقدمنا. صحيح. وعندنا رؤيه. صحيح. ويعني احنا بنشكر جدا القياده السياسيه وبنشكر وزير الصحه. وبشكر من قلبي. صحيح. كل ممرض وممرضه على قلب مصر، على ارض مصر، على ادائهم اللي بيقدموه من قلبهم، وهم بنشكر حضرتك جنود يعني الوطن. صحيح. شكرا ليك يا دكتوره. دكتوره كوثر محمود نقيب التمريض، ربما يعني اتكلمت بشكل مفصل عن قضايا التمريض في مصر، عن كليات التمريض، اوضحت الفرق جيدا ما بين الكليات والمعاهد، اتكلمت عن شروط القبول، واكدت ان مهنه التمريض في مصر ربما هتعد مستقبلا من اهم المهن اللي هيبقى عليها طلب وهتبقى رواتبها مرتفعه. بنجدد الشكر والتحيه لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ربنا يخليك.